بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على طريقة تقاصر الكلانشو. الكلانشو ده نوع من أنواع العصاريات زي ما حضراتكم شايفين، نبات جميل جدا ومحترم وبيستحمل وحلو قوي، مش بيحتاج على فكرة عناية جامدة جدا. وفي منه زي ما انتم عارفين كده ألوان كتير، ممكن أصفر وممكن أحمر أو أورانج. تمام، نبات الكلانشو ده من النباتات اللي هي يعني انا جربتها ما بتحتاجش عناية كتير، يعني اللي هم قالوا به زراعة او عايزين يجيبوا زرعة حلوة وبتعيش معاهم انصحهم بالكلانشو، وانصحهم زي ما قلت قبل كده في الحلقة اللي قبل كده بالمكحلة. واحنا قلنا ايه المكحلة، وانصحهم بحي علم. ادي الكلانشو اهو زي ما حضراتكم شايفين، وادي ده حي علم او الصبار الاسرائيلي، هو ده بسم الله ما شاء الله، قلنا فرع واحد يعني طوله شبر، اللهم صل على النبي، في 6 7 اشهر عمل اللي انتوا شايفينه ده. او بالمكحلة، هي دي المكحلة زي ما حضراتكم شايفين وريتها لكم الحلقة اللي فاتت اهو. او في نوع تاني من المكحلة او الريو، احنا قلنا المكحلة والريو هم عائلة واحدة، بس المكحلة لونها يعني الريو مدي على خضار شوية، اما المكحلة بتبقى لونها الجميل القرمزي اللي حضراتكم شايفينه ده. طيب ده انصحكم بيه كألف به زراعة. ألف به زراعة اللي عاوز يجيب نبات يعيش معاه ومحتاجش مجهود، يعني خلي بالكم نبات حلو بيدي انتاج حلو قوي وما بيحتاجش مجهود، هاتوا العصاريات دي. العصاريات دي حلوة جدا. طب دلوقتي احنا هنعمل ازاي؟ عايزين نعمل تقاصر. احنا عندنا كلانشو في البيت وعايزين نعمل منها تقاصر، وعلى فكرة نفس الطريقة اللي بقولها لكم دي هي وحي علم. اوكي، هنشوف هنعمل ايه. هنقول بسم الله، هنختار ورقة حلوة كده غضة وجميلة كده، مش مقياس انها تكون صغيرة قوي، احنا مش عايزينها صغيرة قوي، يعني تكون حلوة كده اهو. هنيجي زي ما حضراتكم شايفين كده، شايفين اهي من العمق، اطلعها هنا شوية عشان تشوفوها. بسم الله، اهي شايفينها حضراتكم الواضحة، انا مش شايفة بقى عشان الشمس. اهي زي ما حضراتكم شايفين اهي، تمام. هقوم جايين كده اهو، بسم الله، نقطعها كده اهو. بصوا انا لما قطعتها ما بوظتهاش، شايفين ما قطمتش العمق بتاعها. انا عايزه العمق بتاعها، انا جبتها من، حتى بصوا حضراتكم اهو، يعني انا ايه يعني اهي ما عملتش فيها، كل اللي عملته شدتها بالراحه خالص، حطيت صباعي كده اهو ورحت عملتها بالراحه قوي اهي. انا عايزاها كده زي ما حضراتكم شايفين، شايفين الجمال اهي. هعمل ايه في الكلانشو؟ هعمل فيها ايه؟ ونفس الطريقه هوريها لكم برده في حي علم. هنعمل ايه في الكلانشو ده يا جماعة؟ التقاصر بالورقة. التقاصر بالورقة بيدي نتيجة حلوة قوي، وبتنجح بنسبة 90% من الصباريات والعصريات. تمام، خدنا الكلانشو، هي الورقية دي، وهاجي هجيب دلوقتي مثلا حاجة كده اهو، ونقول مثلا لو مثلا يعني مثلا ادي تربة، عندي تربة اهي. تمام، دي على فكرة كرومبا، دي كرومبا انا، وده فلفل رومي. تمام، هاجي على سطح التربه كده اهو حضراتكم، اقوم عاملاها كده كده اهو، شايفين مش هغطسها قوي يعني، بصوا كده اهو كده اهو، شايفين يعني ايه، احاول ايه اخلي الورقه كده يعني ايه اسندها بحاجه علشان خاطر مع الري ما ايه ما تموتش اهي. بصوا حضراتكم، بصوا ما عملتش خرم وحطيتها، لا حطيتها على وش التربه يعني هزقها زقه يعني حاجه، بس خلاص اهي عايمه اهي 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 عايمه، بس اهي بس كده بس كده اه بس كده بس كده. هنعمل ايه؟ هنقوم جايبين مثلا لما هنيجي نروي، يعني احنا عملناها اهي اهو، هنقوم ايه، مش هنرويها روي جامد، حاجه بسيطه مش حواليها كمان، او نرشها ممكن لو حاجه بسيطه قوي بس خلاص انتهى، ما غرقتهاش بالميه. كل مثلا يومين ثلاثة لما هرش كده. هاتوا بقى علبة وقطعوا كام ورقة كلانشو وحطوها حوالين بعض كده بشكل دائري، يعني املوا بقى العلبة، وبالبخاخة ما ترشوش على الورق، او رشوا او بلاش بالبخاخة عشان ايه ما تخلوش الورق يعرق. اسقوا المية، اسقوا المية، مش ري غزير، ده بيتعامل زي العصريات. العصريات ما بتتسقيش كل يوم، تمام، يعني كل 3 ايام مثلا اسقوا حبة مية صغيرة. تمام كده اهو، باذن الله بعد اسبوعين تقريبا هتبتدي تجدر،
بعد اسبوعين هتبتدي تقطع. يبقى انا كده عملت انتاج من الكلانشو. من الكلانشو تمام. النبتة دي بتتباع يعني على حسب، في بعشرين جنيه، من عشرين تقريبا فيما فوق، يعني ما بتزيدش تقريبا عن ايه، يعني في ممكن تلاقي مثلا نبتة اقل من كده يقولك بخمستاشر بعشرين، اقصى حاجة قوي اقصى قوي حاجة لو حاجة حجمها كبير يعني ممكن يقولك 25-30 جنيه، ده في مصر يعني. طيب خلاص احنا عرفنا كده التكاثر بتاع الكلانشو. طب انا دلوقتي احنا قلنا قبل كده في حلقة حي علم، معلش اعذروني عشان احنا في الربيع وانا بصور الصبح، وزي ما حضراتكم عارفين في دبان. بصوا هنا قبل ما ننتقل لحي علم، بصوا انا عامله كام واحده من الكلانشو، ادي واحد ادي اتنين ادي تلاته ادي اربعه خمسه، عامله كذا ورقه، الورق الاخضر الكبير اللي حضراتكم شايفين ده من الكلانشو. وعايزه اوريكم الصباره دي، والله ورقه، شايفين الورقه دي؟ الصباره دي من ورقه واحده طلعت لي في ظرف شهرين بالمنظر ده، عصاريات برضه، نوع من انواع الصبار الغريب كده شويه. ودي حضراتكم نوع من انواع برضه العصاريات، يعني عايزه اقول لكم كانت حجمها ملي، برضه خدتها وعملتها وهجنت كده. ادي العصاريات، ودون يا جماعه بصوا ده برضه نوع من انواع العصاريات، ده نوع من انواع الايه العصاريات اهو، اللي هو الاحمر ده برضه عملته بالورقه. يبقى احنا عرفنا كده اهو. ناخد بقى حي علم، انا قلت لكم قبل كده في الحلقه اللي فاتت حي علم ممكن نعمله، نكسر فيها عود، اي عود، اي عقله طرفيه، ونحطها في التربه عادي وبتنجح. طيب انا ما عنديش حي علم كتير وعايز اعمل منه تكاثر، حاجه بسيطه جدا، اجي على ورقه زي دي، شايفين اهي ورقه اهي، زي ما عملت في الكلانشو اهو، بصوا حضراتكم ما قطعتش العنق، هعمل نفس التكاثر، بتاع الكلانشو، نفس التكاثر. هنيجي هنا برضك عشان تبقى واضحه اهي، نفس التكاثر فوق ايه وش التربه، بس ضغطه بسيطه كده، يعني ايه، يعني هدخل بس ايه يعني بوزها، او اجيب حته طمنيه صغنطوطه بيبي كده اهي، بس خلاص. وهيتعامل نفس المعامله بتاعه الورقيات والكلانشو، مش هسير اي غزير برضك، كل يوم يعني حبه ميه صغنانين قوي، يا ريت ما تجيش على، خلي بالكم الورقيات يا ريت ما تجيش على الميه، ما تجيش على الورقه ماشي. بعد اسبوعين هنلاقيها اتجدرت. ادي يا جماعه طريقه تكاثر الكلانشو والعصاريات كلها، بنسبه 90%، يعني بنسبه بتنجح بالطريقه دي اللي هي بالورقه، وانا كمان بعمل تجربه، وبرضه ان شاء الله كنت عايزه اوريها لكم لما رحنا في الحلقه بتاعه السجاده، وقلنا السجاده من النباتات السهله، بناخد برضك عقله طرفيه زي حي علم وبنحطها في ميه بتجدر، لا حي علم عقله طرفيه بنزرعها في الارض، السجاده عقله طرفيه بنحطها في ميه بتجدر. فجربت تجربه في السجاده حلوه قوي، قلت انا عندي سجاده بس ما عنديش كتير وعايزه اعمل منها تكاثر. بعتذر عشان في طيران حربي طاير فوق، صوته قوي شويه، طيارات يعني، فعايز اعمل تكاثر من السجاده. طب انا ما عنديش من السجاده، ما عنديش مثلا منها بتاع ده، اللهم صل على النبي، كتير، هعمل ايه؟ هوريك. بسم الله. والفرج مثلا ادي نبات السجاده، انا عملت التجربه دي وانا هي تحت التجربه، بس على فكره يعني ابتدت ان شاء الله هتجيب نتيجه. هاخد ورقه زي الكلانشو حي علم بالظبط، ورقه حلوه كده غضه، والفرج مثلا يعني هنقول دي اقوم عامله كده، بسم الله اهي، هحطها بقى في ميه، اجيب كوبايه ميه واحط فيها الورقات في قلب كوبايه ميه، ما غرقهاش ميه، لا الميه هتيجي ايه يعني لحد هنا من العنق لحد هنا، ما غرقش الورقه كلها ميه، لا تمام، احطها في ميه. بعون الله، ان شاء الله هي تحت التجربه، بعد اسبوعين، بتبتدي تجدر. يعني الحلقه دي خلي بالكم احنا عاملينها على الزراعه بالورقيات، اللي هم نفسهم يجيبوا يعملوا انتاج من الزرع عندهم، والزرع عندهم مش كتير، فياخدوا ورقه بس ما بتنجحش في اي حاجه. انا بعمل تجربه على السجاده يعني هي بقى لها يومين ثلاثه، فان شاء الله بعد اسبوعين هتبتدي تجرب تمام. يبقى السجاده تنفع بس تتحط في الميه، تمام، ورقه بناخدها بنحطها في الميه تمام.
وفي حاجة كمان تنفع تتحط في المية، بما انها مناسبة يعني حلقة الورقيات، احنا قلنا السجادة بتتحط في المية، النبات ده بس انا يعني تملي بنسى اسمه، يعني بصوا شايفين اكيد كلكم حضراتكم عارفين، اكيد انتوا حضراتكم شايفين النبات ده المزرقش ده، ده برضك يا جماعة بتاخدوا منه ورقة اهي، ورقة حلوة كده اهي، التكاثر بتاعها بالمية، ورقة زي دي. يبقى السجادة والنبات ده بناخد الورقات كده اهو ونحطها في قلب كوباية مية، تمام. استنوني وهوري لحضراتكم اللي انا حطاها في المية عشان اعرفكم حاطينها ازاي. استنوني بصوا حضراتكم، ادي الكوباية، كوباية صغنطوطة خالص، حاطة فيها كام ورقة اهي، بصوا دي بقى لها بتاعت يومين ثلاثة لسه طبعا ما لحقتش، بس تحس ان ايه في بوادر، بعتذر عشان الطيران والحرب الكبيرة، تمام، مش عارفة بمناسبة ايه، اكيد حاجة عسكرية يعني. المهم بصوا حضراتكم شايفين لسه بقالها ايه يومين، شايفين يعني ايه بقالها يومين لسه طبعا ما تلحقش الجطر. عملت ايه؟ شايفين كمية المية صغيرة ازاي؟ كميه الميه صغيره، هو الغرض بس ان الطرف العنق بس هو يوصل للميه. يبقى عرفنا حضراتكم، بصوا انا عندي السجاده اللي وريتها لكم المره اللي فاتت اللون الجميل ده، ما عنديش منها كتير، فمش هينفع اكثر منها العقل الطرفيه. طب هعمل ايه؟ فاخدت الورقات اللي الورقه حلوه كده اهي شايفين حضراتكم، واقوم حطها في الميه والنبات ده، تمام. يبقى دي الحلقة دي عن تكاثر بالوريقات سواء اذا كانت العصريات او بعض الانواع. خلاص عرفنا، هناخدها حضراتكم العنق اهو زي، بصوا حضراتكم ما شاء الله، انا ما خدتش بالي اهي ابتدت تجدر اهي، بصوا النتيجة يا رب تكونوا شايفينها، شايفينها دي بقالها يومين، بصوا النتيجة شفتوا بقى، بسم الله ما شاء الله، ادي يا جماعة اهي اهي، اللهم لك الحمد اهي، شايفينها اهي باينة اهي من هنا، شايفين الجدر، تعملوا الحكايه دي يا جماعه حضراتكم، ما تغطسوش الحاجه بالميه، يا دوب بس ايه الميه بتيجي لحد العنق وجزء صغير وخلاص. يبقى عرفنا حضراتكم التكاثر بالورقيات، السجاده والنوع ده بيتكاثر بالماء بالورقه بس تحطها في الماء، الكلانشو بالورقه بس بتتحط على وش التربه، حي علم برضك بالورقه وبتتحط على وش التربه وما يترويش ري كتير، ماشي. هي كل مثلا يومين ثلاثة شوية مية، ويا ريت المية ما تجيش على الورقة، المية ما تجيش على الورقة في الكلانشو والحي على، ويا رب حضراتكم تكون المعلومة، مش عارفة اتكلم خالص تكون المعلومة افادتكم، وانشروا في الخير، لان في ناس كتير نفسها بتحب النبات او غالي عليها او ليه ذكر عندها ومش عارفين يعملوا تكاثر ازاي، فدي اسهل طريقة جدا جدا، لان خلاص معرض الربيع تقريبا خلاص خلص، فبتبقى فرصه قليله ان الواحد يشتري زرع تاني. يا رب حضراتكم تكون الحلقه عجبتكم، وانشروا في الخير، وما تنسوش بقى حضراتكم لايك وشير واشتراك في القناه، يا رب يسعد صباحكم ربنا، واعملوا يلا الحقوا التكاثر بالورقه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا.